بسم الله مدحوشي فيداوي فؤادي
مدحوشي فيداوي فؤادي مدحوشي فيداوي فؤادي وانغام الذكر ديما تحلالي صلوا على رجال الرسالة محمد سيدي بدر كمالي صلوا على رجال الرسالة محمد سيدي بدر كمالي فضله الله جل جلاله فضله الله جل جلاله على الخلائق جملة بكمالي على الخلائق جملة بكمالي ارحم يا ربي واسمع نداي ارحم يا ربي واسمع نداي هب لي يا سيدي منك عناية ارحم يا ربي واسمع نداي هب لي يا سيدي منك العناية وصلنا المقامش في عالبرايا وصلنا المقامش في عالبرايا وصلنا المقامش في عالبرايا وصلنا المقامش في عالبرايا وعسى يقبل مني سؤالي صلوا على اللي جاب الرسالة محمد سيدي بدر كمالي صلوا على اللي جاب الرسالة محمد سيدي بدر كمالي فضله الله جل جلاله فضله الله جل جلاله على الخلائق جملة بكمالي على الخلائق جملة بكمالي جو عند الله كان عظيما جو عند الله كان عظيما أعطى وشفع العظمى تكريما جو عند الله كان عظيما أعطى وشفع العظمى تكريما فازت أمته لأجل تعميما فازت أمته لأجل تعظيما فازت أمته لأجل تعميما على جميع الأمم وكل الأجيال صلوا على اللي جاب الرسالة محمد سيدي بدر كمالي صلوا على اللي جاب الرسالة محمد سيدي بدر كمالي فضله الله جل جلاله فضله الله جل جلاله على الخلائق جملة بكمالي على الخلائق جملة بكمالي صلي يا ربي وسلم على بلادي محمد وتفضل يا ربي وتمم على طه الشريف الأمجاد صلي يا ربي وسلم على بلادي محمد وتفضل يا ربي وتمم على طه الشريف الأمجاد يا شفيع المخلوقات أنت كامل الصفات يا شفيع المخلوقات أنت كامل الصفات يا شفيع المخلوقات أنت كامل الصفات رحمة طول الحياة ليس غيرك فينا يرحم صل يا ربي وسلم على النبي الأمين محمد وتفضل يا ربي وسلم على طه الشريف الأمجاد صل يا ربي وسلم على النبي الأمين محمد وتفضل يا ربي وتمم على طه الشريف الأمجاد صل صل يا ربي وسلم على النبي الأمين محمد وتفضل يا ربي وتمم على طه الشريف الأمجاد شكرا مجموعة أولاد حطاب هكا مشاهدينا نفتتحوا برنامجنا بالنسبة لليوم في أحلى لمة لمتنا تحلى بيكم ومعاكم اليوم ليلة مفترجة ليلة 27 وما دراك من ليلة 27 إن شاء الله موسم مبروك على التوانسوين ما كنتوا على الأمة الإسلامية ويا رب إن شاء الله تشفي مرضانا ورب إن شاء الله نخرج من هالجائحة كورونا بألف خير وبأقل الأضرار والله يرحم موتانا نحب نقدم تحية كبيرة
برشا لمجموعة أولاد حطاب اللي باش ترافقنا اليوم. برشا استضافات اليوم حبينا لما ختامية خاصة، وأحنا اليوم البرنامج باش يكون مسك الختام بالنسبة لأحلى لما بالنسبة لرمضان السنة، فحبينا يكونوا موجودين معنا مجموعة من الناس اللي كانوا حاضرين من الضيوف الأعزاز على قلوبنا، وخاصة وإحنا نحتفلوا بليلة 27 كما قلنا الليلة المباركة والسعيدة. بالطبيعة باش يكون حاضرين معنا، تكون حاضرة معنا مدام هاجر الميسي وهي حرفية اليوم باش نحكيو على الحنة، باش نحكيو على الطور، باش نحكيو على القنفيد، باش نحكيو على الدراجي، باش نحكيو على برشا حاجات تهم أفراحنا ومسراتنا، وإن شاء الله نرجعوا كما كنا قبل يا ربي. كذلك باش نحكيوا على المساعدات، وباش يكون حاضر معنا رئيس جمعية مرحمة. كذلك برشا استضافات أخرى اليوم باش تكون حاضرة، باش تكون حاضرة معايا زادة زميلتي ريم بن شعلية اللي رافقتكم زادة أثناء في برنامج لما التونسية، وباش ناخذوا فكرة بالطبيعة على شنو يستنى فيكم حتى للعيد. باش نبدأ ونقول أهلا وسهلا بالشيف أسماء هني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف، تبارك الله عليهم ومحلاها الفرقه ومحلاها جوكم. عايشك اسمع، ما نجموش اليوم نحكيوا على ليله 27 بالطبيعه ما غير ما نحكيوا على الكسكسي. على الكسكسي اليوم انت حضرت السادة المشاهدين كسكسي سبيسيال شوي. كسكسي شوية سبيسيال. احنا كيما تبعتوني ولا حتى اللي ما تبعش ينجم يعاود يشوف الحلقة، ليلة النص عملنا كسكسي بالمسلي. المسلي ديما ما نقولوش مسلي، معناها باش نحكيو على 80 و100 الحم، خذينا شوية الحم هكا دولة تخش ترونش من مقطيع من المسلي. من المسلي عملنا بهم كسكسي مسلي. اللي لا حبينا نبدلو شوية باش ما يبداش كيف كيف نفس الحاجة لبرشا الحم برشا، خذينا كعبة كلامار وعملناها محشية، عملنا منطيق محشي كيف كيف نجمو نعملو كعبتين ثلاثة على حسب. المهم الكعبة هذا الكل باش يلقاوها بالطبيعة، باش يلقاوها الأربعة متاع العشية في دبارة أسمع على الوطنية من الأربعة حتى للأربعة ونص بالطبيعة، بعد مباشرة بعد انتهاء برنامجنا. لكن أسمع باش تاخذنا تو في جولة بالطبيعة، نعرف العادات والتقاليد. الكسكسي يفرق شوية من منطقة الأخرى، واليوم اللي كسكسي بالحمة. بالضبط بالضبط، كما نعرفوا تونس هي والدول المغربية الكل معروفة برشا بالكسكسي اللي يختلف من الأزعر للأبيض للأحمر. أنا نبوب الكسكسي في تونس بال كسكسي الحم، كسكسي حوت، كسكسي دجاج، كسكسي الفرفوشه يعني الكسكسي اللي بالخضره، المسفوف، المحكك. عندنا برشا انواع نتاع كسكسي، والمطبخ التونسي غني برشا بالانواع هذيه. اما تمشي نقول انا حسب المناطق، كيما نعرفوا المناطق الساحليه اكيد باش نحكيوا على حوت على ولد بحر وعلى القرنيط. المناطق الداخليه تختلف عن وين يتربى العلوش المزيان، وين يجي به الكسكسي البنين، الكسكسي اللي بالعلوش بزيده هذيك. تحية الآلينا التونس الكل 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 من الشمال للجنوب. على هذاك حبيت جوست نفرق بين المناطق، راهو بين داخلية ولا والساحلية وقتها يتبدل نوعية الكسكسي حسب المنطقة، يعني حسب تواجد الحم وإلا الحوت وإلا نوعيته، وكيف كيف تختلف الطرق. المهم يشتركوا في نوعية الكسكسي اللي هي تتعول في الديار عنا الشمسي وإلا المفور، وإلا عنا الكسكسي اللي توا الأسرع هو البكوات. المهم الطريقة تكون طريقة طبخ صحيحة، ومش لازم يكون كمية كبيرة كما نعرفوا في رمضان منام بينا نقللو، نجمو حتى بالكيسين زوز كيسين رامي وليو برشا، مش لازم نعملو كيلو ونحلو فيه، نقللو وندللو هكا شوية ونعطيه هكا شوية منظر احتفالي، على خاطر ليلة النص وليلة 27 عندي أنا حاجة موسم حاجة احتفالية صحيح. دينية ماذا بينا نعطيه شوية كارا صحيت شوية زبيب وكقرون الفلفل ونعملوهم كنوارة ونعملو برشا جو حتى ب 100 غرام زبيب فمشكون زادة شوية اللوز، فمشكون يعمل الحلوة، نجمو نعملو اللوز، نجمو نعملو الحلوة، فما مناطق يحطوا للدراجي، فما ميسالش اي نوع نتاع فرحه نحطوه في ياكل التبسي بتاع الكسكسي. ما نكثروش معاه حاجات اخرى، يزي معاه شوربه وطرف طاجين، انا من بعد باش نعمل لكم طاجين البي. كيما نجمو نخليوه كسكسي حاف هكاك مع سلايطه خضراء ومع شوربه اكاهو. المهم ان نحطوا علامات الفرحه في ياكل تبسي الكسكسي باش يظهر هكا ويعطي ضخامه مزيانه لهالليله المباركه ليله 27. يعطيك الصحه، شكرا ليك اسماء. انا جوست عندنا فان صغيرونه تبع في كوفية اسمها هوازن عادله، نحب نقول لها كل عام وهي حيه بألف خير وعيد كل عام وانت حيه بخير، والناس الكل بالطبيعه اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم مبروك ان شاء الله. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. شكرا لك اسماء. بالطبيعه الساده المشاهدين باش يقعدوا يتابعونا بالطبيعه من خلال دباره اسماء من الاربعاء حتى الاربعاء ونص حتى نهار العيد. محضرت لكم حلول عيد الغكاف شلم الغكاف الكل. شكرا لك اسماء، يعطيك الصحه. انا تو باش نمشيو لمقتطف من الحضره، ثم بعدها باش تكون حاضره معنا مدام هاجر الميسي.
حي الغفور مصين. إذن استضافتنا وسعيدة جدا اليوم باستقبال مدام هاجر النميسي، حرفية ومختصة في صناعة الليدغاجي وفي صناعة لوازم الحنة. واليوم تحية كبيرة للحرفيين التوانسة، خاطر الحقيقة بعد جائحة كورونا ضر القطاع هذا برشا، لكن إن شاء الله ديما نقولوا إن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله يا ربي ينصرنا على هالعدو هالكورونا، إن شاء الله يا ربي تتعدى هالفترة بخير ونرجع لأفراحنا ونرجع نحتفل كيف العادة. ونعرفوا اللي ليلة 27 بطبيعة الدرجي والحنة واللي بالخطبة والصداق والطهورات. مدام هاجر نقول لك أهلا وسهلا. أهلا بيك، مرحبا، عايشة كل عام وانتم حين بخير وانت بألف خير. اليوم لحق هذه الكوليكسيون جديدة بتاعك، أي باش ناخذوا فكرة عليها، بطبيعة فيها الدرجي فيها الحنة، تعطينا فكرة من استوحيت بطبيعة. والله ديما من التراث نتاعنا، عندنا لي كوردون، عندنا كان شفتوا توا تصاور معنا تشوفوهم، عملنا حاجة جديدة مزيانة، كان الشاشيه نتاع السلطان قبل اللوتاني نتاع الكوفري ونتاع نتاع الباني. دونك عملنا حاجه جديده، عملنا لي كوفري لي باني، عملنا لي بلاتو زيدا. للي ما يحبش يحني في لي كوفري، يحب يعمل حاجه فينو حاجه سوري، عملنا له زيدا حاجه مزيانه. دونك كل كليون شنو يحب معناتها هو وشنو يشتي. الوان السناج وين مشيت للالوان؟ شنو هما الالوان اللي يمكن هكا استوحيتهم اكثر؟ والله اكثر حاجه سنه خرج البلوغوا، خرج برشا مع التريون. على الشاشه بعض الصور بطبيعه اللي من خلالها نجمو ناخذ فكره على الالوان اللي حضرتها مدام هاجر، خاصه من الكوليكسيون هذه اللي اليوم انا نشوفوها لاول مره، على خاطر كيما الحرفيين الكل كنا نستناو في المعرض، ما صارش معرض الصناعات التقليديه، فاليوم كل واحد على طريقته يحاول انه يسوق. هاو قاعدين نشوفوا في الصور المنتوج نتاعو، اذا قاعدين نشاهدوا في الصور هذه. اي هذوما لي بلاتو دي باني نتاع حنا، هذوما للعروسه نتاع بكري هما قبل، اما احنا ريفيزيتي عملناهم حاجه سوري معاهم لي زامبراس نتاع الصبايا، الشمعه زيدا كيف كيف. نشوفوا يظل فما اللون الازرق، خاطر نذكر في التصاور فما اللون الازرق، تشوفوا هذايا البوردو، هذايا البوردو زيدا حلو برشا، يخرج ياسر في الوطيه وفي الحنه، يعجب معناتها ياسر يعجب برشا عباد، سورتو جماعه الجنوب يحبوه برشا البوردو والغوج. دونك عندنا البيج اللي هو ما يموتش بالكل، البيج والبيج روزي سي لا كلاس. سمون سي سون دي دراجي، هذوما دراجي هذا كونفي دا، وي هذوما دي دراجي. عندنا زيدا هذوما زيدا دي كوفري اون روز،
للحنة الورد دي حاضر بقوه هو سي لا توندونس حتى الورد والدانتيل هذيا البلاطو اللي قلنا عليه احنا نعملوه للحاجات السوري اللي ما يحبوش لي كوفري ولي باني ومن بعد يقعد لها في دارها حاجه مزيانه معناتها تقعد لها تحفه حلوه فوالا هذيا زيد كيف كيف لي دراجي ان بوردو عملنا تيم كامله كيف كيف والامبراس نتاع العروسه ومعناتها ما لازم العروسه الكل وال فوالا هذيا نتاع الحنه والشمعه الصحن نتاع الحنه نتاع العروسه فما البونبونيير زيد نتاع الصياغه زيد مزيانه برشا حلوه زيد طلعناها هذه لا نوفيل كوليكسيون كابيتوني الرون والريكتانغولير قاعدين نشاهدوا بالطبيعه في في هذوما في الالوان وفي هذه لوبيرجين سي لا توندونس لوبيرجين سي ياسر عجبهم برشا عباد مزيان برشا زيد اي كذلك زيد كما قلنا الورد ولي بيرل معناتها حاجه حلوه برشا هالميلانج اي دونك عملنا حاجه ميلانج دخلنا حاجه مزيانه والعباد كل يسر معناتها حبوها معناتها الفكره الفكره عجبتهم برشا وعجبتهم الكرياسيون نتاعنا جديده وان شاء الله نكون فرحنا الناس الكل والعرايس الكل يبداو فرحانين ان شاء الله ان شاء الله هاجر هو الحقيقه متعه كبيره وقت نشاهدوا قاعدين نشاهدوا على الشاشه في المجموعه اللي جبتنا حضره هكا مزينين بها في البلاتو بالطبيعه حلوه برشا فما نشوفوا زاد شويه لو بيتي ساك هكا كانه لا فاليز ان كارتون ما ريفيزيتي لا هذيك هذيك مش كارتون هذيك اون بوا لا لا انا ذكرتي في لا فاليز ان كارتون دونك هذيك عملناها للحمام ونجم زاد تهز فيها الموسم العروسه لحمات تهز الموسم للعروسه فيها ذهب فيها وتقعد من بعد تقعد لها فوالا تقعد تحط فيها حاجتها تقعد حتى للبيبي من بعد اي صحيح مزيانه برشا وكرياسيون حلوه برشا ونحاس بالطبيعه حاضر كالعاده بالطبيعه هذاك ديما موجود بالنسبه للي بورس احنا شفنا تو الشجره كلها معبيه لي بورس كان تعطينا فكره على لي بورس هذوما هذوك لي بورس يتعملوا نتاع حنه تصبيه والا لي دراجي يتعملوا زوز والكولور اللي تحب عليه انت معناتها تو ديبون من التيم نتاع العروسه شنو تحب نعم يعطيك الصحه بالتوفيق ليك وتحيه ليك وتحيه زاده لبنتك اللي تشتغل معاك وميمه نقولها ابو عبد الله يعطيها الصحه زاده خاطر الحقيقه اليوم الشباب التونسي اللي تبارك الله متخرج من الجامعات التونسيه فيما يخص الفنون وكل مهم برشا هكا تلاقح بيناتكم يعطيك الصحه بالتوفيق ان شاء الله يعيشك انت بالف خير يعطيك الصحه شكرا ليك مدام هاجر احنا موصلين بالطبيعه مع مجموعه اولاد حطاب في وصله اخرى وبالطبيعه موصلين استضافتنا في برنامجكم احلى لما صلوا على زين التاج محمد العدنان الله صلوا على زين التاج محمد العدناني الله كنز الفقير المحتاج لم جدر في عشاني صلوا على زين التاج محمد العدناني لم جدر في عشاني صلوا على نور العين مولى الجمال الفايا الله أحمد شفيع الثقلين من شر كل مغايا الله جد الحسن والحسين معراج كل حقايا أقصد حماي الحجاج من هند للسوداني صلوا على زين التاج محمد العدناني كنز الفقير المحتاج لم جدر في عشاني صلوا علي المختار فاطمة ورقايا الله هو إمام الأبرار في الدائرة القدسية الله ربي بجاه الأخيار أهل الصفا والنية الله أثني عبيدك محتاج يا واحد مالك ثاني صلوا على
العدناني كنز الفقير المحتاج لمجد رفيع الشان صلوا علي الأواب مفتاح باب الجنة الله بصلاته تفتح الأبواب تسقى كوسا منا الله يا من هو على البدع شاب اختم بكاس سنة الله وارحم عبيدك محتاج يا واحد مالك ثاني سمعك الشيخ الكامل واكي الشيخ الكامل ماكي الشيخ الكامل ونبيك النادي واسمعنا عنك مسالة انك تقول اولادي الطايع والجاهل ارعاهم بس نادي دوي لي قلبي يا برا بشر العيوبي للشيخ جال الحضرة وصاني مشروبي وصاني من كيسانو وصاني من كيسانو وصاني من كيسانو خمرة ربانية بها نلت مسرة بها نلت مسرة بها نلت مسرة يا الله يا الله يا الله يا الله
مجموعة أولاد حطاب. شكرا على الأجواء الحلوة الاحتفالية كما قلنا في ليلة مباركة مفترجة كما ليلة 27 اللي إن شاء الله نتمنوها سعيدة وربي يغفر لنا وربي إن شاء الله يعم السلام على العالم الكل وربي إن شاء الله يهنينا ويهني الأمة الإسلامية قاطبة. اليوم مهم برشا نحكيه على التآزر نحكيه على الناس اللي قاعدة تقدم في مجهودات كبيرة اللي تعطي من غير ما تحسب من بين من بين الناس اللي ناشطة خاصة في المجتمع المدني. سعيدة جدا اليوم باستقبال السيد محسن اللجندوبي رئيس جمعية مرحمة. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. هو الحقيقة جمعية مرحمة من الجمعيات اللي الحقيقة قدمت برشا وما زالت تقدم في مجهودات كبيرة. احنا تبعناكم الحقيقة كانت عنا أكثر من مناسبة إنه شفنا نشاطاتكم خاصة إنه في بعض حتى كي نستضيف جمعيات أخرى يذكركم لأنه فما شبكة كبيرة قاعدة تشتغل. كانت تعطينا فكرة خاصة اليوم ما زلتوا معناتها تقدموا في مجموعة من القفاف خاصة لل 27 ورمضان وغير والعيد معناتها مجهد كبير. شكرا على الاستضافة وربي يجعل اليوم هذا مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. كما ذكرت سيادتك معناها هناك شراكة بين المجتمع المدني والهياكل الرسمية للدولة وهذه الشراكة سمحت بالتعاون أن ننفذ جملة من المشاريع الكبيرة اللي عندنا في 3 أقسام. مشاريع ذات صبغة صحية من تعقيم وتوزيع كمامات ومساعدة الناس وأيضا في الجانب الاجتماعي الخيري. وفي الجانب الاجتماعي هذايا توجه الجهد متاعنا إلى نوعين. وجهنا تقريبا حد الآن حوالي 20,000 قفة رمضانية على تقريبا 24 ولاية على مستوى الجمهورية التونسية. أيضا كعنا تدخل الفيت إخواننا الأفارقة وحتى بعض اللي انقطعت بهم السبيل من المغرب العربي. كان عندنا جهد أيضا مع الأطباء معنا اللي هما هذا الجيش الأبيض اللي يدافع علينا اليوم اللي هما يعني يدافعوا علينا. أيضا حتى الناس في الحجر الصحي يعني قدمنا لهم جملة من المساعدات في هذا الإطار إن شاء الله. يعطيكم الصحة. هو الحقيقة احنا قاعدين نشاهدوا في بعض الصور بتبيع هذه مجموعة وجزء من العمل اللي تقوموا به على خاطر في الولايات تونس الكل تقريبا كنتم متواجدين تقدموا زادة كذلك في أطباق معناتها حتى الإطار الطبي والشبه الطبي. نعم قدمت كما تلاحظ الآن تشوف هذه معناها مسمى في توزر وفي تطاوين وأيضا في جندوبة كذلك في 3 ولايات قدمنا الإطار الطبي وشبه الطبي قدمنا لهم معنا مأكولات جاهزة وهذا عرفان بالجميل معنا للناس اللي قاعدة تدافع علينا. وأيضا كان ثم حتى حملات أخرى كانت في تطاوين في توزيع قفة رمضان ومساعدات مختلفة كما تلاحظوا الآن هذه كلها المساعدات اللي تم إعدادها وترتيبها في أكياس من ثم توزيعها على العائلات الفقيرة بالتنسيق مع البلديات ومع المعتمدين. وليت عندكم توا باز دو دوني معناتها على الناس المستحقة في تونس خاصة مع جائحة كورونا زدنا معناتها معناتها الأمر ولا أكثر ظاهر للناس؟ طبعا طبعا احنا الان يعني احنا الحملات هذه عاده تكون عندنا باز دوني سابقا لكن يضاف عليها الان الناس اللي هم متاثرين بالكورونا اصبحت عندنا عائلات هشه واصبحت عندنا ايضا اصحاب وظائف هشه اللي هم انقطعوا عن اعمالهم وهذا يضاف لنسبه الفقر اللي عندنا في تونس. لكن اليوم الحمد لله بالتنسيق مع مختلف الهياكل والجماعات المحليه والجهويه سمحت لنا ان نمتلك باز دوني كبيره اللي باش تساعدنا حتى على التدخلات في المستقبل ان شاء الله. نعم بالنسبه لكم للعيد ما زلتوا باش تقدموا بالطبيعه؟ اي عندنا زوز برامج احنا عندنا برنامج اللي هو كسوه العيد ومساعدات اللي فات معنا خاصه الافارقه اللي هم انقطعوا هنا ايضا باش نعمل لهم برنامج خاص باذن الله تعالى. والاضافه الجديده هي للاتفاق اللي تم قبل يومين مع وزاره الشؤون الدينيه انه باش نقوموا بتعقيم بيوت الله سبحانه وتعالى في عدد من ولايات الجمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي محسن الجندوبي نورتنا ويعطيك الصحه. تحيه لك وتحيه الناس اللي تشتغل معك خاصه لانه تبارك الله برشا شباب مجندين ويقوموا بطبيعه بعمل كبير برشا. شكرا لك على الاستضافه وباسمك نحييهم كلهم اللي قاعدين معنا يتحرك في مختلف الولايات. وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء ويبارك لنا في هذه المباركه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا ليك. احنا تعرف برشا ناس خدمت وكانت موجوده خاصه في فتره الحجر الصحي من بينهم اولاد التلفزه الوطنيه اللي بطبيعه ما نجموش ما نكونوش موجودين معاكم يوميا من خلال مختلف البرامج المباشره نشرات الاخباريه. كنا موجودين وما زلنا موجودين وهذايا شرف لينا وبطبيعه وهذايا اقل حاجه
حاجه نجموا نقدموها لكم ساده المشاهدين، واحنا في تواصل يومي كذلك نحاولوا نقدم لكم المعلومه الصحيحه ونقدم لكم كذلك المعلومه المؤكده خاصه، وهذا عمل نفتخر به انه نكون معكم. مجموعه من الزملاء حبينا نقدم لهم تحيه هذه من خلال الفتير هذايا، ثم بعدها باش ناخذ وندردش شويه مع مجموعه من الزميلات. لو نحكيوا شوية على ظروف العمل في فترة الحجر الصحي. والله ظروف العمل هي مش كيما العادة، مش كيما القديمة، هذه جات معناتها حالة عادية، حالة جديدة علينا. تبدلت معناتها، ما كناش متحضرين، تحضرنا لها بعد شوي بشوي بشوي بشوي، والحمد لله معناتها بدلنا البرنامج الكل، أمنا العباد معناتها صباح وعشية وليل. كيف عطجيت حاجة على مش مكنش متعودين بها كما قبل. من بداية الكورونا ذي كوفيد ذي 19 ثم حاجة سبيسيال ماهيش عادية، مش كما الأيامات العادية مع تجمع، على خاطر ولد ثم عدو واحد من نجم شراء كما خاطر نحن نتوى ننتقلوا في اليسر في النقل، نطلعوا نهبطوا برشا، عندنا برشا زملائنا معناتها نمشيو ونخرجوا ونخدموا، واحد ولا خايف على روحه ما يعرفش روحه منين يجي نجم يجي المرض. بالنسبة للعمل الفترة هذه كان خصوصا في الوقت الكوفيد ياسر كانت مسؤوليه كبيره عند فريق كامل متكامل، معناها من المدير من رئيس مصنع للرئيس الوحده لهنا كلها مع بعضها، فهمتني، ناس كله خيان كنا مع اولادنا الكل تجندوا الكل برسك. أنه التلفزة هي وسيلة إعلام، برمي العباد اللي ما قصوش على الخدمة بقينا نخدمه طول فترة الكونفينمو، أما تبدلت برشا معطيات، معناها كيفاش يعني خدمتوا بار جروب، خدمنا بار جروب ولا لو بيرسونيل ولا معناها الشغل اقل من اللي كان كيفاش كنا نخدموا في الخدمه. بيان سور نستعملوا لي بافيت، نستعملوا لي جيل، هذم كل وفرتهم لنا التلفزه. مسافه الامان بينا وبين بعضنا ما عادش شكل متلاصقين، واحترمنا برشا معناها قواعد الصحه اللي لازمنا نحترموها. احترمنا كيما الناس كل معناتها مسافه الامان اللي دار الحق، وفرت لنا لي بافيت لي جيل. كانت ظروف صعيبه سيرتو احنا معناتها مطالبين كمؤسسه الاعلام اعلاميه ان باش نوفروا المعلومه وتكون المعلومه حينيه. نخدموا احنا اون جروب كل مره، يعني بار جروب كل مره، معناها ايكيب نهار بنهار ونهارين بنهارين كل، وعاملين بافيت الحق، والتلفزه الوطنيه وفرونا للجيل، وفرونا لي بافيت، قايمين بالواجب والناس واعيه والحمد لله، وتعديت لاباس معناها الحمد لله. لكن الحاجه الباهي انه كنا متفاهمين الكل، انه امنا نشرات الاخبار، انه نقصت نشره خلال مده الحظر، هي نشرت نص الليل ورجعت تو ليها اربعه ولا خمسه ايام، يعني السبت اللي فات رجعت. يعني الحمد لله أمننا نشرة الأخبار، أمننا الندوات الصحفية وأغلبها اللي هي نتاع وزارة الصحة، والندوات الصحفية المباشرة لرئاسة الحكومة. الحصص حاولنا قدر الإمكان أن نخصوا استوديو 900 اللي هو كان منقسم على زوز فضاءات دو بلاتو، وهنا نشكر زادة مصلحة الديكور اللي هم خلونا يوفرونا هذوما، أغلب الحصص وفرناهم في فضاء واحد،
وانه يكون بشكل انه باش الجهود نحاولوا نلموها في فضاء واحد ومن 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 يعني اهم حاجه اللي حفاظا على العنصر البشري اللي عندنا وحفاظا زاده على يعني القائمين على انتاج الحصص وانتاج يعني المنوعات. خدمنا في فتره الحجر الصحي اللي حافظنا على رواحنا وقسمنا بعضنا يكيب تخدم وكيب ترتاح وموفرت لنا تلزة معنى المواد التعقيم والبافيت والبوندو والجيل والكل وفرت لنا وحافظنا على رواحنا وعلى التلزة وعلى المتوظفين يعني قمنا بواجبنا خدمنا نظفنا عقمنا يعني قايمين بواجبنا الكل. فريود متاع بيك بتاعنا احنا المسلسلات رمضان والدنيا والخدمة والحركة معلومة للمواطن. اه ما بالعكس ما نقصناش الخدمة بالعكس زدنا الخدمة أكثر وتنوعت برشا الخدمة وتعدت الأطراف أطراف من التلفزة التونسية وأطراف من الخارج خارج التلفزة التونسية دونك هنا يعطيك ثم اختلاط ثم تعرض أكثر للخطر. أما نحاولوا بالتطبيقات سامبل أنك تمسخ سليديك تستعمل الجيل تستعمل البافيت. في السيرفيس بتاع المونتاج ونتصور فيه ثم سيرفيسات اخرين زاد قاعدوا معنا حاولنا باش نجريو معناتها بالتنسيق مع شيف سيرفيس باش نخليوه باش الناس كل تخدم في تحاول ديما فما شكون موجود قاعد يمونتي وشكون موجود معناتها الخدمه تبدا موجوده في الـ في الـ في السيرفيس بتاعنا. خدمنا كالناس واكثر من الناس. ايش تحب نقول لك؟ قل لي ترى قل لي يعني كيفاش حافظتوا على في برو الحجر الصحي على التباعد الاجتماعي كيفاش كان التعقيم كيفاش الكرسي قدام الباب ما يفوت 2 متر وما يدخلليش انت بيتي ما تدخليش اي صحيح. من اكثر البيروات اللي كي نجيوك نشوفوا اللي فما صحيح انا فيكم في الموح حافظت على روحي وحافظت على الزملاء راه نجم انا نكون مريض علاش انا نضر ما هو يحمي روحه ونحمي انا روحي فهمتني كل واحد لا بيه سوى نعتبروا لي مؤسسة الوزوطنية نجحت في التجربة هذه نجحت في التجربة هذه بالأمارك موجودة وأنا موجود. هذه إذن كانت فكرة وحبيناها تحية لزملائنا اللي بتبيعة كانوا موجودين وما زالوا موجودين وربي فضلكم الكل وقولهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير. كذلك ما ننساش الإذاعات الجهوية التلفزات الجهوية الوحدات الجهوية بتاعنا كذلك الإذاعة زاد زملائنا في الإذاعة قولهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير بتبيعة فما منهم برشا راهو يحبوا يخدموا في صمت ونعرف مجموعة كبيرة خاصة لكاميرامان تحية خاصة ليهم كبيرة 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 برشا خاطر متعبينهم برشا معانا وزملاء الكل 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 نقولكم شكرا لكم شكرا لتفانيكم وشكرا لصبركم معانا على خاطر صحيح تشوفوا فينا احنا الصورة اللي توصل لكم لكن زاد وراها برشا تعب وبرشا خدمة وعديد من الاختصاصات اللي ممكن ما نجمناش نوريو الناس الكل زاد جماعة لانفوغ لانفوغرافي الناس الكل لانفورماتيك الكل الكل نحييكم ولدارة زاد خاطر فيها برشا ناس زاد تشتغل فتحية كبيرة لزملائنا وين ما كنتوا. سعيدة جدا الحقيقة اليوم تكونوا معايا زميلتي ريم بن شعلية أهلا وسهلا ريم شحيلكم. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وانت في خيار الخير يعيشك يا ريم في خيار الخير يعيشك يا ريم أنيسة قل لك أهلا وسهلا مرحبا بيك ريم الحقيقة أنا فرحانة برشا أنك تكونوا معنا اليوم خاصة وأنه إحنا كيخدينا البرنامج معناتها لمتنا التونسية وأحلى لما نتكاملوا صحيح كان فما تنسيق فما تنسيق مع بعضنا لكن ليامات ما نعرفوش كم شي عنده ليلة النص ليلة 27 فحبيت اليوم أنك تكونوا معايا في ليلة 27 خلاك يا عيشك والله عيشك والله يا ريم بالحق تجربة حلوة برشا وثرية برشا وهي بالحق في اللمة لمة مهمة برشا لمة وقتي وهي اللي عملته أنت تويكا وهي لمة وحتى أحلى لمة هي في الأخر هي لمة كبيرة زيدة صحيح معناتها يمكن كل واحد بالكونسبت متاعه لكن هذا راه ما كانش اعتباطيا حبيناها تكون هكا
حبيناها وقت اللي قعدنا فريق عمل كامل، انت انا انيسة هدى طه كل حبينا، وانه المشاهد ما نحرموه من حد شيء، لا يتحرم من لازمنية ولا يتحرم من اليوم متاعه في رمضان، خاطر كل واحد فينا يحب يرى روحه في التلفزة الوطنية، حياته كيفاش يقضي، وين يمشي، شو يشري، شو يصرف، وهذا ريناه معاكم في أحلى لما الحقيقة. صحيح صحيح. وريما أنا حبيت الحقيقة تحية زد الوليد يعطيه الصحة، وليد عامل فيك كواليس كبيرة برشا الحقيقة، وبرشا جو بين وليد و أنت حضرت وريت حضرت أنا نحضر ساعات راني في الكواليس نشوف حضرت وريت وش عامل فينا في الكواليس، وأنيسة تنجم تحكي لك، أنيسة تنجم تحكي لنا بالطبيعة على شوية أجواءنا هكا. صحيح صحيح الحقيقة نحن الفريق الصحفي أنا وزميتي زهرة وزميتي هدي اللي خدمنا معكم زوز معناتها في أحلى لمة وفي لمتنا التونسية، الحقيقة ما عندكمش فكرة قديش تمتعنا وقديش شخنا معكم، هي خدمة الحقيقة. إما حسينا بإكيب الكلنا متفاهمين، الكلنا عارفين شو نعملوا، معناتها بالحق عارفين شو نخدموا، مالغي كو الكونسيبت نتاع ريم مش نفسه نتاع موني، مي الحقيقه ان شاء الله نكونوا وفقنا معناتها في 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 خدمتنا وفي لي فيتير نتاعنا وفي لي تورناج نتاعنا. برشا وسع بال مع ليكيب الكل، انتوما زاده وسعتوا برشا بالكم معنا، راه ما فماش خدمه 100% ناجحه. اي بصحيح، لا ما فماش، وزدنا باش نحاولنا الحقيقه والله كيفاش نحسنوا، لازم فما التقصير. شنو الفرق؟ فما تقصير معناتها عن سابق إصرار وترصد، وفما تقصير اللي ألا غالب الكامل لله. صحيح. فلو ما كان فما كالتقصير هذاك ما تكون فما امتداد، ما تكون عندك حلمة أخرى. صحيح. التقصير هو اللي يخليك تحلم، تقول آه حلمتي مرة جاية نكون كذا. صحيح. هو ريم خاصة نحن عشنا ظروف استثنائية، نعيش ظروف استثنائية. أي معناتها رمضان ماهوش كيما مستنسين به، معناتها حجر صحي موجه توا ولينا فيه، معناتها حاجة صعيبة برشا اليوم التونسي باش تقول له راك ماكش باش تمشي تعيط على عائلتك. معناتها هذا يلزم بالحق نفسانيا تحذير كبير، وبكون بعد بعد باش تكون معنا ريما قنيني باش نحكيو فيه، على خاطر مش سهله العمليه بالكل. بالكل. وانت انت معناها كي تقول له في رمضان، مش في رمضان، في سير الايام تقول له هو مستانس نهار السبت يزمرت وليداته ويمشي لدارهم، تقول له انت دارك لسبت لاحد مش دارك، هي هذيك وحدها عملت ضغط نفسي وعملت مشاكل في العائلات، وصار ما صار بين المراه والراجل. معناها فما بالك احنا هذيك علاش في رمضان حبينا يا ربي ان شاء الله نكونوا وفقنا في ان ونسناهم وان لميناهم معانا في لمه هكايا وضحكوا وشافوا رواحهم معانا وعاشوا معانا. انا برشا في الشارع كي نخرج لي تورناج والميكرو تروتوار يقولوا لي يخش بيه وليد على على ريم يا اخي سي فؤاد يا اخي خو علي ما يحكمش فيه، نقول لهم راهي ماهوش خو راهو سي فؤاد راهو هما معناتها ايكيب الكل مع بعضنا، دونك بالحق تجد عليهم يعيشوا معناتها. انا كان فما حاجه نحب نقولها على اللمه التونسيه، فنقول راهو الكل هذاك سي ان سيناريو للناس اللي على الباج يقولوا لي سايب وليد، ولا يقولوا الوليد سايب ريم، ولا يقولوا شبي فؤاد مش محايد وشبي فؤاد يحايل على ريم، راهي كله سي ان سيناريو. حابين ندخلوا بالضحكه لدياركم بك جو الزمني هكاك كانوا ناس بكري وهكاك كانوا يعيشوا على 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 كل النري ما دام عملتوا سيناريو ناجحين فيه يظل يشوفوكم العام الجاي في رمضان. علاش لا يشوفوكم في بالقدره 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 ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ريم ليك والوليد والفؤاد، وزاد تحيه كبيره للمخرج نبيل بالسيده يعطي الف صحه. نبيل هذاك خونا الكل وبطبيعه اي شيف دوركيست زيد نحب هو يعاونوا في السيناريو راه اي كوليس هذوما يقولوا لنا لا وبرشا بحث راه للناس اللي ما تعرفش. انا مثلا وليد البارح كنت نحكي معاه كيفاش يحضر في التشانشينا، معناتها تحب له برشا مجهودات خطر مش ياخذ في التشانشينات اللي نعرفوهم. استنى نقول لك حاجه اخرى وليد، احنا حضرنا سيناريو باهي متفاهمين، هذا حضرت عليه البارح اي حضرت عليه يقول لي متفاهمين، هو بعد بدرج يقول لك اسمع ما هو انت قلت لي باش ندخلوا بكذا باش نعملوا بعد كذا، يا ولدي تو احنا شنو كنا نحكيو قبل هذه اللي بالهدره الكل ويقلبها ويقلبها الكل. وبطبيعه فؤاد يجي معاه ديما، خاطر اللي ما يعرفش اللي في الدنيا هما متعاشرين عشرة طيب وربي يدوم عشرتهم ان شاء الله. امين يا ربي ويدوم عشرتنا الكل ان شاء الله والله. يا ربي شكرا لك كريم يعطيك الصحه. انيسة كذلك شكرا لك بطبيعه ان شاء الله ليله العيد معاك ان شاء الله ليله العيد من ساعتين ونص للاربعة على الوطنيه الاولى إن شاء الله. ونرجع لعوايدنا الزمنيه وقواعدنا الزمنيه وان شاء الله تراو معنا رمضان زمان من ساعتين ونص للاربعة على الوطنيه الاولى واكيد الاعاده على الوطنيه الثانيه نص النهار ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه. احنا تو باش نمشيو لمقتطف من الزيارة وبعدها مواصلين استضافتنا. ناديت على بن خلف مولاي مولاي مولاي
هدي طالب الخلف مولا سيدي محرز سلطان المدينة مكي السلطان يا شيخ محرز الله مكي السلطان يا بابا محرز الله مكي السلطان خبرك توتر يا الله بكل موطن يا بابا محرز مكي السلطان يا شيخ محرز استضافتنا وأجواءنا الاحتفالية مع أنه ليلة مباركة حبينا في الأجواء التونسية في أجواء الروحانية. يحضر معنا الفنان أكرم ساسي، نقول لك أهلا وسهلا مرحبا. عايشك مرحبا بك أنت زيدا، عايشك مرحبا بك على الاستضافة هذه. مرحبا، أنت اليوم من الشباب التونسي بالطبيعة اللي قاعد شوي بشوي يعرف بروحه، وإن شاء الله نتمنى لك الحظ السعيد. إن شاء الله عايشك. اليوم باش تغنينا حويجة أكابيلا وبعد مع مجموعة أولاد حطاب باش تعملنا حاجة هكا في أجواءنا نقولوا شوية حذرة هكيك به نخليك إذا ند. يلا. يا قلب كذبت نسيت كيلت من الصبر ويبا يا قلب كذبت نسيت كيلت من الصبر ويبا وصبرت يا قلب وصبرت يا قلب وعيت من كثر ما طالت الغيبة وهربت للنوم وهربت للنوم حبيت نحلم برجعة قريبة من كثر الوحش حسيت من كثر الوحش حسيت من كثر الوحش حسيت حتى المنام حتى المنام صعيبة خدعني 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 ضربني الزمان وجعني خدعني 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 ضربني الزمان وجعني فمش ثنية يا أمّا
فماش ثني يا أم البطن كي ترجعني. صحة أكرم عايش. تحية كبيرة ليك، شكرا. هكا شفناك هكا أكابيلا وتوا باش تمشي بحذا للفرقة بتبيعة، فرقة أولاد حطاب ومجموعة أولاد حطاب، ونقول لهم ألف تحية وشكر لهم بتبيعة خاطر حاضرين معانا بتبيعة ومتجاوبين الحقيقة هكا حاجة ما كانتش محضرة برشا، لكن باش نشاهدوكم معاهم بتبيعة من خلال المقطوعة هذه اللي اخترتها إن شاء الله. يلا يا 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 ليل يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعية تحت السنج قوي القنديل وام عويشه المنوبيه يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعيه تحت السنج قوي القنديل وام عويشه المنوبيه يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعيه تحت السنج قوي القنديل وام عويشه المنوبيه يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعيه تحت السجق والقدير ام عويشه المنوبيه يا لله جيتك من ماطر طال فضلك يا شرعيه نبكي ودموعي تتقاطر طال فضلك يا شرعيه يا لله جيتك من ماطر طال فضلك يا شرعيه نبكي ودموعي فضلك يا شرعيه وانت اللي تاخذ بالخاطر ونقول عندي ام البيه وانا جيتك بمحمد زغري تاع المنوبيه يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعيه تحت السنجق والقنديل وام عويشه المنوبيه يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة هي أمي يا محلى ذكرك في فمي هي أمي محلى ذكرك في فمي وانت اللي تداوي لي همي ام حلوه ومصراره يا سيده نغاره يا سيده يا نغاره يا سيده نغاره دبر عليا بدباره يا سيده نغاره يا سيده يا نغاره يا سيده نغاره دبر عليا بدباره يا سيده نغاره يا سيده يا يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة نغارة سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبار يا سيدة شكرا يعطيك الصحة شكرا ليك أكرم يعطيك الصحة وكذلك شكرا لمجموعة أولاد حطاب اللي ما زالوا مرافقين يمكن توا باش تشاهدوا معايا مجموعة الوجه الآخر من البرنامج بتاعنا الحقيقة هدى مسعدي زميلتنا اللي هي بتبيعة تقوم بالتنسيق التنسيق الصحفي معنا في البرنامج في أحلى لمة وكذلك في لمتنا التونسية أهلا وسهلا هدى
أهلا بجميع مشاهدينا على الوطنية الأولى، تحية كبيرة لهم جيهم من استوديو نفسان، وتحية كبيرة زيادة للفريق العامل والتقنيين كل اللي بحضنا اليوم هنا واللي كانوا طيلة شهر رمضان معنا خلال الحصتين لمتنا التونسية وأحلى لم. زهرة قل لك أهلا وسهلا. مرحبا منى ومرحبا بهدي. هدي مسترسي بها في الكواليس. زهرة ميكرو نتخافلوا في البلاتو. هذه أجواءنا وهذه لمتنا وأحلى لما بطبيعة أحلى وقت يكون الفريق يحب بعضه، والحقيقة محبة كبيرة برشا برشا صبر على بعضنا خاطر تعرفوا جري وأجواء إن شاء الله إن شاء الله على الأقل الإيجابية والطاقة الإيجابية والمحبة اللي نحبوا معناتها اللي بيناتنا توصل لكم سادة المشاهدين، على خاطر بالحق العمل هكا خاصة عمل تلفزي باش يوصل ويكون على الأقل فيه حاجة روح عمل تلفزي. أنت تعرف منى مليح ظروف مباشر في فترة حجر صحي مش بالسهل حتى تعرف أنه نتعاملوا معها، وزهرة تعرف مليح أنه الضغط اللي صار علينا في مرحلة ما تلقى روحك مطالبة توفر للمشاهدين معلومة صحيحة في وقت قياسي بأقل فريق ممكن. مش سهل الحقيقة، هو خطر زادة. نحب تحية زادة لزملائنا الكل اللي خدموا وقت الحجر الصحي، خاصة ما ننساش بالطبيعة البنات خاصة اللي خدموا معايا صباحكم تونسية، فاطمة بن جمعة، ندى كنزاري، كذلك إيناس عمري، تحية كبيرة لهم وكل الفريق العامل، الناس التقنيين والناس الكل اللي خدمت، ألف شكر لكم. معناتها هذايا كنا يمكن عدينا بكري في التيار، حبينا هكا تحية صغيرة، لكن بالحق مجهودات كبيرة كبيرة برشا. للأمانة منى إنه في التقرير تم الاختصار لدرجة رهيبة، خاطر كان نشوفوا خلية النحل اللي كانت متواجدة هنا طيلة فترة الحجر، عوين الكل هنا لتأمين البث المباشر، البث متواصل، التورناجات نتاع البنات، ليكيب، الكل معناتها طول الموند ايتي لا باش يأمن لو مينيموم نيسيسير. شكرا لك هدى، وانت تحيه خاصه وخاصه لك انت وخاصه اليوسف اللي قاعد يشاهد فينا، تحيه كبيره لي على خاطر نعرف قدام من شهر ما مشيت شفته. بوسوك برشا يوسف وربي يحفظك. زهره باش تهزنا توا في جوله ابرز المعالم، باش تهزنا شويه في اليوم تعرف لينا مفترجه ان شاء الله مبروك علينا الكل يا ربي وعلى التوانسه الكل. فمهم برشا انه ناخذ فكره على المعالم التونسيه. نعرفوا في ليله 27 ليله القدر خير من ألف شهر، والعشر أيام الأواخر من ليلة رمضان، ودور الجامع في خلال شهر رمضان، دوره العباد تمشي له تتوجه له للعبادة. نعرف اللي رمضان الطقوس الروحانية مهمة برشا. في ليلة 27 منى نعرفوا سنة الله غالب وضع ظروف استثنائية للجوامع، مش كان في تونس معناتها ما أكثرش من بيت ربي، معناتها معناتها في السعودية معناتها الجوامع مغلق، معناتها هذه حاجة ظرف استثنائي، معناتها نقدروا من الجانب الإيجابي. صحيح أنه الجوامع أغلقت لكن البيوت مفتوحة، والدعاء لربي من أي مكان، ربي إن شاء الله يستجيب دعانا إن شاء الله يا ربي. أمين. نجم تتحول إلى مساجد، رب البيت والأم والأبناء نجم يصليوا ويعملوا صلاة التراويح ويزجوا ويدعيوا حتى للفجر. اليوم دور في الدار نجم تتلموا مناسبة باش تتلم العائلة كاملة باش يحتفلوا، بما أنه ليلة 27 هي ليلة خاصة للتوانسة وعندها قيمة كبيرة في قلوبهم. نحبوا نحكيوا على الجامع. الجامع في ليلة رمضان تعرف أنه نعم. في الجوامع اليوم ليلة 27 ختم القرآن والدعاء، عنده دعاء خاص ختم القرآن. يعني تختلف، فما برشا أدعية خاصة بختم القرآن، فما أيضا التهجد في ليلة 27، هذا مش كان ليلة 27، العشر أواخر إلى الفجر دعاء وتهجد لله. لمالي هذه الليلة من قيمة، وتعرفوا نحن حتى ونحن صغار منى ديما يقولون استناوا باش يحل باب العرش، باب العرش ديما استناوا في باب العرش اللي باب الدعاء مفتوح ورحمة ربي مفتوح. كبيرة وإن شاء الله ربي ينظر لنا بالرحمة يا ربي ويحاجب على هالبلاد يا ربي، إن شاء الله يعم السلام علينا، ربي يحفظنا يحفظ التوانسة وين ما كان. وتحية كبيرة خاصة لجالية تونسية في الخارج، نعرفكم أنتم بعاد علينا اليوم لكن قلوبكم وقلوبنا معاكم. علاش حبينا أجواء اليوم حتى مع الفرقة هكا شوية جو تونسي واحتفالية، الناس زادة اللي بعيدة على عائلاتها زادة في تونس اللي ما تنجمش تمشي تعايد مع عائلاتها زادة نقولهم مش مشكلة، معناتها هذه على غالب ظرف استثنائي، وإن شاء الله جينا الوقت ونرجعوا كما كنا، نرجعوا نتودوا ونتزاوروا ونمشيوا بالطبيعة نعيشوا مع بعضنا الأجواء هذه. سي منى ظرف استثنائي، أما الله غالب زهرة كانت تحكي نجوامع أغلقت وهذا كل في مصلحتنا في الضرورة
فيك خايفين على كبار اللي عزيز علينا نحن ليلة 27 مستنسين في جامع عقبة بن منافع عن سنوات. تحية لأهالينا في القروان السنة ظرف جامع الزيتون زيدا كذلك معناتها جوا مع الكل في تونس الكل. تحية كبيرة للمصلين معناتها اليوم إن شاء الله دعاء مستجاب للناس الكل يا رب يقبل منا وإن شاء الله رب يغفر لنا زيدا الناس الكل زلاتنا وأخطائنا. منى اليوم وزارة خليلي نشير الحاجة أنه وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم تعمل ندوة صحفية عن بعد أيضا يعني بحكم التباعد الاجتماعي إيش تحكي على مناف يعني المظاهر متاع التقارب هذية وعليش الجوامع الأكثر توعية للناس شؤون الدينية وزارة شؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية يعني ندوة صحفية اليوم يظهر لي مع الأربعة متاع العشية باش تحكي في الموضوع هذية موضوع اللي متعلق بفيروس كورونا والندوة الصحفية كما قلت لك عن بعد يعني مخول الناس الكل بيشتبوها عبر الانترنت على موقع وزارة الشؤون الدينية والله غالب هذه ظرف استثنائي. نعم. إن شاء الله تعاود تتعمر البيوت بيوت الله من يولي إن شاء الله بعد يا رب. رمضان وبعد شكرا العيد. شكرا لكم مرسي موني جوست تحية خاصة 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 بعد ابنك موني العائلتي اللي استحملوا الظرف هذا إنه صحيح. أنت هنا أنا بدي نحييهم برشا ويعطيك الصحة هدى وشكرا زيدا سامحنا في تعبك تعبناك برشا هدى عملنا فيها بيه نمشيو في أجواءنا الاحتفالية وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير كما نقولوا. نرجعوا لمجموعة أولاد حطاب. عظم عظم بالله لا نظرة يا باجي والله ماذا بيا لازم
طيب نفوس اخوان طيب رياح الغرور طيب
مرة أخرى ألف شكر لكم مجموعة أولاد حطاب، يعطيكم الصحة على مرافقتكم لينا اليوم في هذه الليلة المفترجة في ليلة 27 في برنامجكم أحلى لما. نقول أهلا وسهلا ريم، مرحبا. أهلا وسهلا منى، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين ويعطيهم الصحة. ريم بعد حين باش نحكيو على الروحانيات، باش نحكيو بالطبيعة على كيفاش مانيش باش نمشي ونعيدوا برشا حاجات بنحكيوها بالطبيعة معاك، لكن قبل هذايا باش ناخذ معايا مباشرة زميلتي عبير بوليلة من إذاعة الشباب. عبير أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك منى، تحية ليك، كل عام صباحين بخير، تحية لكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. يعطيك الصحة عبير، نعرفوا عودتنا عبير والحقيقة صرنا حميدة بالجوائز، كل عام عندك جوائز بتبيعة في البرنامج متاعك، وهي مع بالاشتراك بتبيعة مع مجموعة كبيرة من الحقيقة من القامات الفنية، كان نجم نقول على خاطر لجنة التحكيم ديما تكون من الطراز الرفيع، كل عام عندك جديد. كانت تعطينا فكرة سناء على الجوائز بالنسبة لدراما رمضان. شكرا لك منى. احنا في العاده فما برنامج نجوم القايله اللي تقدم في رمضان على موجات اذاعه شباب، ثم يختتم بمسابقه افضل الاعمال الدراميه. اثنين نصلوا للعام الخامس بالشراكه مع مجله تونيفيزيون، اثنين ما انه الظرف الصحي فرضوا انه يكون ثم بث مشترك، والحقيقه كنا فرحانين برشا بالبث المشترك بين ثلاثه اذاعات، الاذاعه الوطنيه، اذاعه الشباب، واذاعه تونس الثقافيه. فبالتالي كان ثم مجموعة من البرامج، فهم برمجة خاصة، قررنا وأنه ما يكونش ثم حاجب برنامج نجوم القايلة وترك المسابقة، وجعل المسابقة هي سهرة ختامية من سهرات البث المشترك واحتفاء بالدراما التونسية. العادة كما قلت منى هي عادة خذيناها على عاتقنا احنا كإذاعة شباب وكمرفق عمومي، لأنه دورنا كذلك وأنه نكون فاعلين في الساحة الفنية بتحقيق المعادلة، كذلك بأنه نكون حاضرين في دعم النقد البناء، النقد الفني، وخاصة وقت اللي تكون كل الآراء والجوائز خارجة فقط من لجنة تحكيم مختصة، يعني ما ثمش مجال للتصويت، وهذا خيارنا لأنه ثم إذاعات أخرى تعتمد التصويت. قلنا احنا كمرفق عمومي خلينا نخدمه على الكاليتي، على الجودة، نعم، المختص. اثنين لجنة التحكيم في الحقيقة فرحانة برشا كما كل عام، نفرح برشا بالأسماء اللي تعطي ثقتها في الإذاعة، تعطي ثقتها في إذاعة الشباب، وتعطي ثقتها في المرفق العمومي، وهذا نشترك فيه مع التلفزة التونسية. كل عام الحمد لله يعني فما أسماء مهمة حاضرة في لجنة التحكيم. اثنين خيرنا ما أنه كونفينمون، ما أنه فما سفرات، فبالتالي قلنا علاش ليه اللجنة تنفتح على الطاقات التونسية المبدعة خارج حدود الوطن. نعرف أنه عنا أسماء مهمة في الساحة الفنية والدرامية قاعدة تفعل خارج الحدود. عنا أمين بوحاف المتحصل على سيزار في فرنسا، أفضل عمل تنبكتو 2015، واللي حاضر بقوة في الدراما المصرية، من أهم الأسماء الفاعلة في الموسيقى التصويرية، حاضر معانا في لجنة. كذلك عنا الصحفي المهم كذلك وفرحانين برشا بعودته، هو ابن المرفق العمومي عامر بوعزة، حاضر في اللجنة. كذلك محمد المغراوي اللي حاضر كان في مسلسل الهيبه باجزاء الكل، وهو موجود مازال في لبنان. نعم مازال في لبنان، يستنى تحيه ليه، تحيه بطبيعه للتواسي اللي مازالوا ما روحوش لعالقينا، يستنى ان شاء الله باش يروحوا هو وفريق مجدي سميري اللي تالق اثنين في مسلسل النحات، يكونوا حاضرين ان شاء الله في تونس يوم 21 مايو ان شاء الله هكا الموعد. وكذلك خالد بن يونس من اهم مهندسي الصوت في العالم العربي، اشتغل برشا في عدة مسلسلات مع شوق الماجري، مؤخرا مسلسل ممالك النار هو كان مهندس الصوت، واللي حاضر ومقيم في دبي، حاضر معنا كذلك في لجنة التحكيم. بالنسبة في تونس نلقاو يترأس لجنة التحكيم عنيد الدراما التونسية المخرج حمادي عرافة، كذلك المنتج حبيبة عطية، نلقاو كذلك هند حوالة دكتورة مختصة في السمع البصري والسينما، الممثلة شاكرة رماح، وفخر الدين عامري من أهم كذلك ليمونتور عن اختصاص التركيب. 9 أعضاء لجنة التحكيم، مجموعة من الاجتماعات اللي صارت أديستانس في مرحلة أولى، ثم صار اجتماع اللي حاضرين في تونس كانوا حاضرين مع بعضهم، وفي المقابل كذلك اللي كانوا خارج الحدود حاضرين فيديو كونفيرونس، وقروا مجموعة من الترشيحات تقريبا زوز أصناف عنا في المسابقة.
صنف المسلسلات اللي تضم 13 جائزة، وكذلك صنف السلسلات اللي باش نلقاو فيها زوج جوائز. نعم به عبير يعطيك الصحة. هو بكل حتى نعطيه فكرة سادة المشاهدين إن شاء الله باش تكون السهرة نهارة الخميسة على الإذاعة الوطنية، على الإذاعة التونسية لثلاثة إذاعات الشباب الوطنية والثقافية انطلاقا من 9 متاع الليل، باش يكون الإعلان على النتائج وتوزيع الجوائز. في العادة تكون سهرة بالخارج وتكون لمة حلوة، لكن ما أنه فما كونفينمون دونك نحاولوا أنه حتى في مستوى الأعداد باش يكون محدود حفاظا على السلامة والصحة. نعم شكرا لك عبير، يعطيك الصحة، شكرا بالتوفيق وإن شاء الله مبروك للفائزين مسبقا. ريم باهية وكأجواء بتاع احتفالية إن شاء الله ديما فرحانين وتونس بخير ويتعديوا كل هالمحنة هذه بالصورة متغيرة السنة مع العيد، لكن الفرحة موجودة. احنا نخرج من رمضان عندنا غذاء معناه غذاء روحي وغذاء اللي معناه فيه برشة طمأنينة برشة سكينة العبادة والصلاة. هذا شنو اللي يعطينا معناها توا باش نمشيو للعيد نورمالمون مشحونين، الجسد نتاعنا ارتاح، السموم ارتحنا منها، ما نعرفوا احنا في رمضان معناها أهمية الصيام على الأكل، وكيف كيف روحانيا بالعبادة ويش يقعد لنا الجانب الاجتماعي اللي احنا نعيشوه رمضان والعيد عادة اليوم نلقاوها في صورة أخرى مني. لكن الوقت يبدأ الإنسان الفرحة خارجة من الداخل وثم مطمئن ويعرف شنو اللي قاعد يعمل فيه، معناه لضرورة أحكام اليوم احنا نحفظوا عائلتنا ونحفظوا بعضنا من معناها من لا يقدر الله، ونحن تعدينا معناها مرحلة شوية الخطر، لكن لازمنا نكمل ونردوا بالنا. معناها ما يغيرش حاجة كبيرة، أنا نقول كي تبدأ النفسية من داخل معناها فيها قناعة اللي احنا اليوم اللي نعملوا فيه للمصلحة العامة وهذا للشأن العام يسمى مهم، باش كي نفكروا بطريقة اللي هي معناها شاملة. صحيح الإحساس بالعائلة قريبة، لكن القرب ما هوش قرب جسدي كهو ولا بدني كهو، القرب زادة قرب الروح قرب النفس. الضحكة كيف نعدي، وإن نقول اليوم معناها بعد رمضان نحب نخليه سلوكيات الطيبة اللي نتحصلوا عليها في رمضان، كل تسامح هذيك كل عطاء هذيك. معناها احنا شفنا جمعيات كيفاش نشطت في رمضان، معناها من أهم الأشياء معناها باش الإنسان يبدأ يحس بسعادة، هو يحس روحه يعطي الغير ويحاول بكيفاش معناها بشيخ حتى بالكلمة ساعات مش لازم بشرطه. كيف كيف العيد هذا ما هو كان استمرارية معناها اليوم العيد، وحتى احنا مذبينا معناها طول العام هالشهر هذية نشدوا المنويل متاعه. وصحيح معناها يمكن الصيام متعب بعد 30 يوم، ولكن فما سلوكيات مهمة جدا فيه متعة هو كالتعب ريتك التعب متاع الرياضي بعد المباراة وهو يبدأ معناها عنده نتيجة طيبة. هذا هو معناها في رمضان التعب اللي هو إيجابي، التعب اللي هو فيه برشا معناها عملنا تحديات جهدنا نفسنا ونعرفوا احنا معناها المؤمن. هذا هو معناها كل خطوة يعملها، وهذا اللي يخليه من بعد يعمل البغاليل ويعمل ترانسفير باش يمشي لحياته المادية ولحياته المهنية، ويواصل معناها التحديات متاعه في أهداف العمل متاعه في العطاء متاعه في التعامل مع الناس في اجتماعية مع الناس معناها في التضامن كيف معناها في صلب المؤسسة. معناها هو راهو السلوك ما هوش سلوك رمضاني كهو، هو سلوك معناها مع الأشخاص مع النفس بصفة عامة في حياته اليومية. هو ما هو كان نوع من التهذيب من التربية في رمضان اللي ماذا بينا نستمر بها في كامة العام وفي على طول العام. معناها مش هذية راهو سبيسيال رمضان وبعد نخرج وننسيه هذا الكل، احنا اكتسبنا ولي نقول لهم راهو معناها 30 يوم هذيك اكتسبنا سلوك جديد نحافظوا عليه، وتحديات هذيا معناها راهو ياسر مهم احنا لأهدافنا في الحياة. كيف القوة اللي تجينا في رمضان احنا نحسوا بقوة إرادة في رمضان هذيا نواصلوها في العمل نتاعنا في المهنة نتاعنا. كيف في تربية ولادنا، نقول في كل ما ورد في الـ في الـ في, الـ في كلام الله وفي القرآن من معناها آيات اللي هي تعبر على أهمية معناها أهمية القرآن وإسلامنا في حياتهم اليومية. وإذا نقول في الإدوكاسيون متاعنا في التربية متاعنا مهم باش نذكروهم قديش مهم خاطر صغار وسخطو في عمر المراهقة معناها عندهم تساؤلات على الجانب الديني هذية. اليوم نكونوا في الحاجة اللي هي ملموسة، كل ما نحكيه على شيء نرجعوا بالدين متاعنا وفي آياتنا اللي هي قريب. تعرف هو الحديث حلو برشا معاك ونسيلش اليوم آخر اسمها 27 إن شاء الله مواعيدنا ما زالت معاك إن
شاء الله بعد رمضان ان شاء الله, عندنا موعد جديد مع السادة المشاهدين ان شاء الله, وبتبيع مسك الختام في هذه في هذا البرنامج. وبالنسبه لليوم بالنسبه للبرنامج احلى لما باش يكون مع مجموعتنا, مع مجموعه اولاد حطاب اللي باش تؤنسنا وتمتعنا باخر وصله معنا. انا حبيت زاد نشكر شكر خاص رئيس التحرير طه جماعي, شكرا على المجهودات, وكامل الفريق الصحفي الفريق التقني كل زملائي وين ما كنتوا, نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير, والتوانسه وين ما كنتوا قبل على جبينكم الكل ان شاء الله يا ربي يفرحنا وان شاء الله يعم السلامه علينا. زاد ما ننساش زاد زميلنا عربي, زاد نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير, كما قلت لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير, واصلوا وتشاهدونا ان شاء الله نكون على الاقل قدمنا لكم ماده كانت متعتكم شوية, تفرهدتوا معنا شوية في هذه الليلة المفترجة. إن شاء الله ربي يقبل منا ومنكم صيامنا, وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. مسك الختام باش يكون, ومرة أخرى نقول ألف شكر لمجموعة أولاد حطاب. بالله يا خيالة يبوشي العالم العالم, صبري جراحي نبذو الله عفاس الخيالة في ظلة بلدو بالله يا خيالة تبوشي العالم العالم ولا 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 لا صبري جراحي نبذو الله عفاس الخيالة لا أعلم ولا 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 لا